نتحول هذه المرة إلى حازم البنا مراسل الغد أيضا في مدينة غزة. نعم نبيل، ربما رأينا في الدقائق والساعات الماضية كيف يستفيق السكان في قطاع غزة، كيف يستفيق الأمهات، ينامون في المنازل ثم يستفيقون في المستشفيات. يعني هذه الصورة التي رأيناها لهذه العائلات التي يعني استفاقت على هذه المجازر المرتكبة بحقهم، بصراحة يعطي صورة لحقيقة الأوضاع الإنسانية بشكل جلي. ومنهم من لا يستفيق أبدا. لم أسمعك جيدا نبيل. وكنت أيضا كنت أقول استكمالا لفكرتك أن هناك منهم من لا يستفيق أبدا، منهم من يستفيق في المستشفيات ومنهم من ينام. صحيح. نعم، كما حدث مع الشهيدة في منطقة خانونس على سبيل المثال. يعني بصراحة هذه المشاهد يعني تعطي تصور إنساني لطبيعة الفداحة التي تلقاها السكان من قبل طائرات الاحتلال وهذا السلوك المستمر منذ 11 يوما. على أي حال نبيل، يعني نحن راقبنا في الساعات الماضية هناك عدد عودة مجددا إلى استهداف المنازل، آخر هذه المنازل في منطقة الصبرة، كما لوحظ أن هناك أيضا إصابات في هذا المنزل. يعني نحن لا نتحدث عن منازل فارغة في الساعات المقبلة، وإنما هذا تصعيد في حدة النار باتجاه المدنيين مرة أخرى. هناك على الأقل 4 إصابات كما تحدث زميلنا محمد أبو ناموس من هذا الاستهداف الذي يعني كان على منزل في منطقة الصبرة، إضافة إلى ولم يحصل إطلاق صواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية ردا على هذه الغارات، لأنه جرت العادة في الأيام الماضية أن تطلق الفصائل الفلسطينية صواريخ ردا على كل غارة إسرائيلية تستهدف مدنيين. هذا صحيح، لم نلاحظ رد، رغم أن يعني نعاود أن نذكر أن المعادلة التي سمعناها على لسان قيادات حركة حماس أن المعادلة على الأرض فيما يتعلق بوقف إطلاق النار هي معادلة التزامن. يعني حتى اللحظة الميدان لا يسير أيضا بعملية تزامن من قبل الفصائل الفلسطينية. هناك غارات إسرائيلية ونحن نتحدث منذ 3 أو 4 ساعات لم نشهد إطلاق للصواريخ رغم تعمد استهداف جيش الاحتلال لعدد من المنازل في قطاع غزة، وآخر هذه المنازل في منطقة خانونس يعني خلف أكثر من 10 إصابات ربما، وأيضا هناك شهيدة. منزل آخر الآن في منطقة الصبرة وهناك 4 إصابات، إضافة إلى أن هذا الأمر لا ينحصر فقط على المنازل، وإنما هناك قصف مدفعي من قبل المدفعية الإسرائيلية في حدود قطاع غزة على المناطق الشرقية وعلى المناطق الشمالية. هناك أيضا نبيل يعني مسألة أخرى وهي القنابل الصوتية والقنابل الدخانية. يعني نلاحظ أيضا أن هناك محاولة من إسرائيل لكي تصور بأن الميدان يضرب بعدد مختلف من الأسلحة، الزوارق تضرب أيضا من البحر، يعني لم تتوقف هي بين فينة وأخرى تضرب، نسمع أصوات الآن. وأيضا القنابل الدخانية هذه التي لا يعرف أحد يعني ماهيتها وما تحدث من أضرار وربما من يعني تلوث في البيئة أو في صحة الإنسان هنا في قطاع غزة، إضافة إلى هذه القنابل الصوتية أيضا التي تريد من خلالها، يعني فوق كل هذه الحمم هناك قنابل صوتية، ما الحاجة إلى القنابل الصوتية؟ لا أحد يعلم، ولكن ربما هي جزء أيضا من الحرب النفسية. نعم. التي يريد جيش الاحتلال. طيب. تعزيزها في وعي الفلسطينيين وفي نفوسهم. نسمع تكرار أيضا هذه الضربات من الزوارق. يبدو أنها تأتي من بعيد، يعني الأصوات ليست واضحة تماما بالنسبة لنا على الأقل هنا في الاستوديو. من ساحل البحر كما يظهر نبي، ربما ساحل البحر الآن لا يظهر بشكل واضح على اعتبار بأن الأجواء ملبدة بالضباب قليلا، وأيضا يختلط بهذا الضباب الدخان أيضا القذائف. نلاحظ نبيل، أريد أن فقط أحول اتجاه الكاميرا إلى المناطق الشمالية لكي أريك ما كنت أتحدث عنه عن استمرار القصف المدفعي في المناطق الشمالية والشمالية الغربية. أظن هذه يبدو أنها عمود دخان لتجدد للقصف المدفعي، نلاحظ عمود دخان بسيط لتجدد القصف المدفعي في تلك المنطقة. إذن نبيل، واضح بأنه الضربات لم تفرق بين مدينة غزة وأيضا مدينة خان يونس في الدقائق الماضية كما لاحظنا، وإنما
يعني ضربت في مناطق الشمال والشرق والجنوب. طيب. وها هي قبل قليل هذا المنزل في منطقة الصبرة أيضا الذي نعم. يعني خلف 4 إصابات. تعود مجددا الطائرات لتقول بأنها تضرب في كل مكان في قطاع غزة. لذلك لا أعتقد بأنه مسألة التزامن الآن أصبحت يعني واردة في الميدان. ما هو وارد هو أن هذه الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة وتحصد ضحايا وإصابات حتى هذه اللحظة. هل ستتغير المشهد على صعيد السلوك الفصائلي على الأرض؟ ربما الساعات القادمة تكشف، لكن نعم. حتى اللحظة الفصائل على الأرض هي تعطي مساحة على ما يبدو ميدانيا على الأقل كما نشاهد، لأن يكون هناك خفض لحدة النيران من جانب الإسرائيلي، لكن الواقع يقول عكس ذلك. الحقيقة ما زالت تتحدث عن نفسها أن جيش الاحتلال بدأ وما يزال هذا العدوان.